بيض مسلوق ولا شكشوكة؟ لا يا يب الله يهديك، لا بيض مسلوق ولا شكشوكة. المشروع له علاقة بالدواجن، يعني بشتري فقاسات وهاتك تفريخ ودواجن، تفريخ ودواجن، تفريخ ودواجن. طيب والمشروع هذا وين أبوك؟ كم يكلف؟ يا يبا دراسة الجدوى تقول ان تكلفة المشروع 200,000 ريال بس. 200,000 ريال؟ تبيني مرات خمس ولا شيك ولا حولها بحسابك؟ شكلك تطقطق علي يبا. اي بالله اطقطق عليك، فقاسات وبيض وفروخ وما ادري شنو. اقول لك قبل ذبحني قب. يا يبا اسمع كلامي، الفلوس تبي تلعب بين ايدينا، خلنا بس نسوي هالمشروع هذا ونتوكل على الله. اقول لك اذب على وجهي. سم السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا يا عم. هلا 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 هلا. والله انا لي 3 ايام ما طبيت بيتي، ولي يومين ما اكلت. والمطلوب؟ والله كلك نظر. هذه 10 ريال. بس ابيك تدعي لي بمشروع الجديد حق الفقاسات. الله يرحم والديك ويجزاهم الجنه. كنك ما دعيت لي يا عم. والله المشروع الجديد يحتاج له دعم اكبر. اها هذا نظامك؟ نعم. عندك اعتراض؟ لا لا خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل حياك الله. عطنا واحد همبرجر وصحن بطاطس وصحن سفري شطة كاتشب مايونيز. 10 ريال حسابك. عادي بكرة أدفع. للأسف ما أقدر والله، أعتذر منك. أجل كنسل الطلب. حاضر أبشر ولا يهمك. أبوك الجوع وش السفات الحين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عسى ما أكلت يا أبو شبيب. وش تقول؟ أقول عسى ما أكلت. لا والله ما أكلت. طب عادي تعطيني 10 وارجح لك بكرة. أول مرة أشوف واحد يشحذ من شحاذ. أنا شحاذ، عطني إياها. يا شينا اللي ما هو عند سلمته. شوت يا عيال، الوالد رفض فكرة المشروع. شلون يعني نلغي المشروع؟ وليش نلغيه؟ ننقص من قيمته. كم حنا متفقين من فقاسة؟ 5 فقاسات. طيب نخليها 3. 3 فقاسات كم بتكلفنا؟ تقريبا 120,000. حتى 120,000 غالية.
طيب ليه ما نغير الفقاسات؟ نجيب ملابس أو أي حاجة كذا تكلفتها 20,000 وكل واحد فينا يقود 5,000. لا يا شيخ، وش ذا المشروع البايخ؟ ما يزبن ولا قطة الاستراحة. خلاص خلاص، كنسل المشروع بس. العب العب بلاي ستيشن. عشرة، 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. فلوسي! فلوسي! يا ابو شبيب، مو هو بعامر اللي يرجع بكلامه. هذه 10 ريال اللي اخذتها منك امس. ابو شبيب،